أما نصيحتي لك دانا فكلي شو ما بدك واستغلي الفرصة. ومش بس جون بيحب الأكشن، كلنا بنعرف أنه نجوم بوليوود بيحبوها أكثر من الدراما، فمستحيل نشوف واحد منهم بدور ما في خناق ضرب وحركات خطيرة. وما تستغربوا لما تعرفوا أنه في عدد من أشهر نجوم بوليوود أدوا أدوار نسائية. مين كان يتوقع يشوف أبطال الأكشن سيف علي خان، رام كابور ومعهم ريتش ديشموك بأدوار نسائية؟ لكنهم تحدوا حالهم وظهروا بفيلم هامشاكاس ببطولة جماعية. في البداية كانوا مستغربين الموضوع، لكن بعدها شدتهم التجربة، خاصة أنهم كانوا حابين يعرفوا أكثر عن النساء. هالفيلم انعرض سنة 2014، وأول تريلر أخذ ضجة كبيرة بين الجمهور، وكل اللي كان بيشوفه ما كان بيقدر يميز شخصية النجوم الحقيقية، وركزوا أكثر على الميك اب والشعر. ولأنه أكثر مشاهد التصوير على البحر، تجرأوا ولبسوا فساتين قصيرة وتي شيرتس وشورتس كمان، واضطروا أنهم يثقبوا أذنهم ليحطوا حلق. أما بفيلم جولمال ريتيرنز، قدر أجاي ديفغان أنه يوفق بين دور الأكشن والسيدة بنفس الوقت، فكان بيظهر بمشاهد ضرب وقتل، وبالمشهد اللي بعده بيلبس الساري ليتأكد من أنه زوجته بتحبه. وبسبب الحب كمان تنكر سلمان خان بفيلم جان إيمان ليراقب زوجته بعد ما تركته، لكنه ما نجح فيه بسبب ضخامة جسمه. الموضوع اختلف مع جافيد جافري، فكان هدفه الأول والأخير أنه يلاقي وظيفة، لهيك تقمص دور الست ليقدر أنه يلفت انتباه مديره بفيلم Paying Guests. نمستي عارتي هي ما بنني والي. وآمر خان هو أكثر ممثل قدر أنه يبرز بهالدور، وحتى أنه صار بيطلع بهالشخصية بالإعلانات من بعد النجاح الكبير. أما في هوليوود فكلنا حبينا شخصية ميسيس داوتفاير الشهيرة للعب دورها الراحل روبن ويليامز. وفي العالم العربي مين فينا بينسى عادل إمام وسمير غانم في فيلم أذكياء لكن أغبياء، ومحمد هنيدي في أكثر من فيلم، وغيرهم كتار.